ما حكم شراء اللعب التي على شكل صور ذوات الأرواح المجسمة مثل الدمى، العرائس وغيرها من الحيوانات؟ وكيف نتصرف مع الطفل الصغير الذي يصر على شرائها خاصة إذا رآها مع أطفال الجيران؟ الواجب أن يجنب الأطفال هذه الصور، ولا سيما الصور العصرية الآن، لأنهم تفننوا فيها وصارت كأنها أجسام حقيقية تتحرك، وربما يكون فيها تسجيل كلام فتتكلم، وفيها فتنة عظيمة، فالواجب تجنبها، ولئلا يعود الصبيان على الصور فينشأون عليها. وهناك ألعاب كثيرة والحمد لله تباع في الأسواق تسلي الأطفال، هناك لعب كثيرة تسلي الأطفال وهي غير صور، كسيارات وأسلحة وغير ذلك من أنواع اللعب الكثيرة. نعم.